علامة استفهام دايما. وده برضو يعني هو مشروع بر، مشروع صانع وطن، مفيش بيت فينا غير لما عنده صانع وطن. ايه رأيكم تيجي نشوف عم محمد عامل البنى في حر رمضان كان بيعمل ايه؟ تعالوا نشوف عم محمد. صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين، ونشوف الناس الشقيانين اللي قاعدين بقى وتعبانين. صباح الخير. الله يخليك. انا همشي معاك عشان عارفه ان دول تقال. اسمك ايه؟ محمد. محمد ازيك يا محمد، عامل ايه؟ تمام. كل سنه وانت طيب. صباح السلام. اخبارك ايه يا بطل؟ تمام. انت شغال ايه بالظبط؟ شغال بنا. الله يديك الصحه، تعالى بقى جنبي هنا اما اتعرف عليك، ما تخافش مش هيقعوا. تفرح قوي من البيوت اللي انت بتبنيها؟ اللي انا بعمرها. ايه يعني؟ عارف الاغنيه اللي كانت بتقول البنا عاش يبني في قصور ولا عمره ليله بات فيها؟ انا سمعت عنها بس انا سمعت عنها. طب يعني احساس حلو قوي انك بتبني كل الحاجات الحلوه دي وبتسيبنا احنا ننام فيها، ربنا يكرمك. الله يخليك. اكيد دي برضو فيها حسنات حلوه. حسنات كتيره. سمعت عن شهاده امان؟ لا. شهاده امان دي شهاده بتدي لك معاش لا قدر الله في حاله الوفاه، او بتدي لك كمان يعني اعاله في حاله العجز. ودي حاجه جميله جدا انها تبقى عند اي عامل شقيان زي حضرتك كده. تتبسط لو هي عندك. ايوه. طب احنا جايين النهارده من قناه الناس وبرنامج علامه استفهام، وقلنا نيجي نفرحك وندي لك الشهاده الحلوه دي. أيوة. كل سنه وانت طيب. صح. شكرا ليك.